في المسيحية. شكرا أخت طبيصة، أخت طبيصة بتحيي. شكرا أخونا سلوان. لازم ندور، نبحث، نشوف، نختبر الأرواح، نختبر التعليم، مين الصح ومين الغلط، مين المفسد، مين اللي هو جاي يطلع أي كلام وأي عقائد بدون وجه حق وبدون فهم للدين أصلا، وبيخترعوا دين آخر، يعني إنهم يخترعون دين آخر حقيقي لا نعلم عنه شيء. إذا كان أصلا الكنائس المسيحية بما فيهم الكنيسة المشيخية أو الكنيسة الأنجيلية، كل الكنائس المصلحة نفسها ما بتقولش الكلام اللي بيقولوه ده، يطلعوا هما يقولوا الكلام ده، يطلعوا كل واحد فيهم يحاول يشتت الرعية، لأ مرفوض هذا الكلام. ربي يبارك يا دكتور، ربي يا دكتور، شكرا جزيلا. ده واجب يا جماعة، ده عقيدة الكنيسة حرام. ويعني هتلاقوا إن في حاجات عاملها على اليوتيوب، بتكلم في قناتي على اليوتيوب فوق في كيفية تفسير الكتاب المقدس، مش عمال على بطال كل واحد يقول أنا هفسر الكتاب المقدس بطريقة على دماغي. ليها قواعد تفسيرية على اليوتيوب، أنا حاطط إزاي تفسر الكتاب المقدس بطريقة سليمة، قائمة التشغيل دي تسهل عليكم. سلام مساء، استاذنك علي الصوت شويه. في حدا في الصوت؟ خليني انزل اعيط. لكن حلو في السنه. لازم الايمان يبقى متبع بطريقه سليمه، طريقه معقوله مفهومه. سلام المسيح. سلام المسيح، أهلا أخونا. أنا عندي بس سؤال لك صغير هون، هل إنه موجود عند أداء الكنيسة إن هي هرطقة إذا إحنا سمينا لست مريم؟ بص يا أخويا، في حاجة في الكنيسة اسمها الحرمات الاثنى عشر. العشر دي وجدت واتقالت على أساس إن في حد كان بيطلع بيتكلم على العذراء وعلى السيد المسيح، بيقول إن المسيح طبيعتين وقنومين ومنفصلتين. حلو، فطلعت الاثنى عشر موافق عليها كل الكنائس المسيحية، بتقول اللي ما يعترفش إن عمانوئيل هو الله الظاهر في الجسد، وإن العذراء والدة الإله لأن السيد المسيح خد منها جسد، ففي الحالة دي يعتبر محروما، يعني يعتبر غير مسيحيا. لكن هل أداء أما الكنيسة، تفضل، معلش، هل أداء الكنيسة حتى في الكتب إنها هي هرطقة إذا إحنا صلينا لست مريم العذراء؟ ايوه، قالوا ان هي هرطقه، بس ان هي حرمان كامل من شركه الكنيسه. ونعم نقدر نسوي في الحمل العادة. الصوت راح تاني. معنى هلا؟ اتفضل. يعني احنا ممنوع نصلي لستنا مريم العذراء. ايه اللي يقول ان عذراء مش والدة الاله يعتبر محروما من شركة الكنيسة؟ سؤالي، هل نقدر نصلي لستنا مريم العذراء؟ وممنوع انه نصليها، هل ممكن انه احنا مش نصليها لا، او ما ممنوع؟ قالش ان احنا نصليها، قال ان احنا نصلي